أهلا بكم في هنا البحرين. عقد سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والسيدة مها عبد الحميد مفيز الرئيس التنفيذي لصندوق العمل مؤتمرا صحفيا مشتركا للإعلان عن تفاصيل إطلاق حزمة من البرامج الجديدة التي تأتي إنفاذا للتوجيهات الملكية السامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. التفاصيل في سياق التقرير التالي. بتوجيهات سامية من قيادة البلاد أطلق عن حزمة من البرامج الجديدة هي الأكبر منذ تأسيس تمكين، تستهدف دعم 50,000 بحريني في السنة بما يسهم في توظيف البحرينيين وتعزيز تطورهم الوظيفي، وذلك ضمن البرامج والمسارات المختلفة بهدف رفع أجور البحرينيين وتعزيز قنوات توظيفهم والتوسع في برامج تطورهم الوظيفي وتدريبهم على المهارات المطلوبة في سوق العمل. الشكر أولا وأخيرا لصاحب الجلالة الملك المعظم الذي يعني أمر بتحويل أكثر من 200 مليون دينار لصندوق تمكين لإطلاق مثل هذه البرامج المتعددة. صاحب السمو أيضا ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله يعني وضع دائما تحدي أمام جميع الجهات التنفيذية بأن تسعى إلى دعم سوق العمل ودعم فرص العمل النوعية للمواطنين. وسيكون هناك أيضا جانب من برامج التدريب النوعية وبرامج دعم البحرينيين للدخول في الوظائف القيادية والتنفيذية بالتزامن مع مواصلة دعم مؤسسات القطاع الخاص في النمو والتوسع. وترتكز المبادرة على ثلاث مبادرات رئيسية تتضمن دعم الداخلين الجدد في سوق العمل وخلق فرص واعدة لهم وتعزيز التطور الوظيفي للكوادر البحرينية ليكونوا الخيار الأول والأمثل في سوق العمل. وتم البدء في قبول الطلبات ضمن البرامج الجديدة بتاريخ 9 نوفمبر 2023 عن طريق منصة تمكين الإلكترونية في الوقت الذي تستمر فيه تمكين بالتوسع في عقد الشراكات وإطلاق المبادرات النوعية التي تستهدف تحقيق الأهداف الرئيسية. أشادت جمعية سيدات الأعمال البحرينية بحزمة البرامج الجديدة التي تأتي إنفاذا للتوجيهات الملكية السامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه لخلق المزيد من الفرص الواعدة للمواطنين. وبعد الموافقة من مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، وبناء على توجيه سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل تمكين بإطلاق حزمة من البرامج الجديدة هي الأكبر منذ تأسيس تمكين وتستهدف دعم 50,000 بحريني في السنة بما يسهم في توظيف البحرينيين وتعزيز تطورهم الوظيفي، والتي ترتكز على ثلاث مبادرات رئيسية تتضمن دعم الداخلين الجدد في سوق العمل وخلق فرص واعدة لهم وتعزيز التطور الوظيفي للكوادر البحرينية ليكونوا الخيار الأول والأمثل في سوق العمل. حقق فريق وزارة الداخلية لقفز الحواجز المركز الأول في مسابقة الكبرى لبطولة قفز الحواجز والتي أقيمت منافستها في ميدان الاتحاد الرياضي العسكري في افتتاح موسم الاتحاد الملكي للقدرة وقفز الحواجز. وبهذه المناسبة أهدى العميد عبد العزيز معيوف الرميحي المشرف على الفريق الفوز إلى الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية والذي يقدم كل الدعم والمساندة للفريق، منوها بمتابعة الفريق طارق الحسن رئيس الأمن العام للفرق الرياضية خلال مشاركتها في البطولات والمسابقات المحلية والإقليمية والدولية مما ساهم في تعزيز الإنجازات في مختلف المحافل الرياضية.
عقدت لجنة تكافؤ الفرص بوزارة العمل اجتماعها الدوري الاعتيادي برئاسة سمو الشيخ خليفة بن سلمان بن محمد الخليفة وكيل الوزارة، حيث تم استعراض ومناقشة الخطة الاستراتيجية للجنة للعامين 2023-2024 وسبل استكمال الجهود الرامية إلى تعزيز فرص دعم وتقدم المرأة في مختلف إدارات وأقسام الوزارة. وأشاد سمو وكيل الوزارة بالدور المحوري الذي تقوم به صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك البلاد المعظم، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، في إعلاء مبادئ تكافؤ الفرص بين الجنسين والنهوض بالمرأة البحرينية وتقدمها ورفع مستوى مشاركتها في التنمية الوطنية. اجتمع وفد الشعبة البرلمانية المشارك في اجتماعات اللجنة الدائمة للشؤون السياسية بالجمعية البرلمانية الآسيوية برئاسة النائب أحمد السلوم والمنعقد في العاصمة العراقية بغداد بالوفود الخليجية المشاركة في الاجتماع، وذلك بهدف التنسيق المشترك بينهم فيما يتعلق بتوحيد المواقف خصوصا في الشأن الفلسطيني والأوضاع الراهنة. والتقى وفد الشعبة البرلمانية بالوفد العراقي من أجل بحث سبل تعزيز التعاون المشترك على الصعيد الاقتصادي والسياسي ودعم التعاون بين المجالس التشريعية والتأكيد على التفاعل والتعاون الوطني بين الدولتين، والذي يدعم تعميق العلاقات الأخوية مشيدا بالعلاقات التاريخية العميقة مع جمهورية العراق الشقيقة على المستوى الثقافي والحضاري. إلى هنا ينتهي برنامجنا البحرين، في أمان الله.